أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ضع جدولا زمنيا لتوزيع صدقاتك وهداياك مما تحب على الأصناف المذكورة في الآية. اذهب إلى الصلاة مبكرة. المؤمن وفي بالعهد لا يخلفه، بل هو أحرص شيء عليه، وإنما ينقض العهد المنافق.